وقت انا خليك 100 100. تصدق ان انت طالع نوفل؟ الله يخليك، ده انت بركه وابوك راجل اصيل. الله يجيبه بالسلامه بقى. يا رب يا رب يا رب. في ايه يا منوفل؟ لا مفيش، اصلا متضايق شويه منى. متضايق؟ متضايق شويه. طب خلي بالك وحياتك بقى عشان بخاف. ها؟ لا ما تقلقش. معلش معلش معلش، اتفضل اتفضل. ابوك صاحبي يا اخي. ابويا صاحبي تعورني. لا ما تقلقش. ايه يا ابن البلغه في ايه؟ مفيش، اصلا متضايق بس شويه يا منى. طب ما تخلي بالك يا عم نوفل. الله ما تخافش يا منى، ما تخافش. اجي لك بكره؟ لا لا لا، ليه ده؟ انا ما صدقت انك انت تبقى موجود معايا النهارده. طيب انا عايز بس ايه؟ اكمل لك بس القصه بتاعت في ايه يا عم نوفل؟ بتاعت شكر سرحان ديت اللي هي في ايه يا عم نوفل؟ طيب اللي هي القصه الكبيره بقى دي. طب بالراحه، وحياه ابوك وحياه ابوك وحياه ابوك يا عم نوفل. ودني ودني يا عم نوفل، قلت لك بكره. ودني يا عم نوفل.